أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة انسحاب بعض كتائب الشرعية من أبين باتجاه شبوة والدعوات الحكومية إلى إلزام الانتقال بتنفيذ اتفاق الرياض. سحبت عدد من كتائب القوة الحكومية من مناطق تمركزها في مدينة شقرة شرق مدينة زنجبار بمحافظة أبين، وقالت مصادر محلية إن القوات الحكومية التابعة لمحور شبوة نفذت عملية الانسحاب من مناطق شقرة والعرقوب وقرن الكلاسي وعادت إلى محافظة شبوة تمهيدا لتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس لانتقال المدعوم إماراتيا. إلى ذلك قال وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني أن تنفيذ اتفاق الرياض أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى، مشددا على ضرورة إلزام الانتقال بالمضي في تنفيذ ما وقع عليه دون تلكؤ أو تردد. نتوقف مشاهدينا عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب وتداعيات انسحاب القوات الحكومية من أبين نحو شبوة. أما المحور الثاني سنفرده للحديث عن الأدوات الممكن للشرعية اليمنية استخدامها في فرض تنفيذ اتفاق الرياض. قبل النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود، فابقوا معنا. عودة لنقطة البداية، هذا ما تشير إليه مجريات أحداث أبين وشبوة، حيث انسحبت قوات عسكرية تابعة للحكومة من محافظة أبين إلى مقرها في محافظة شبوة في إطار تنفيذ التفاهمات الأخيرة التي رعتها السعودية في عدن. وفق مصادر محلية فإن القوات التابعة لمحور شبوة نفذت عملية الانسحاب من مناطق شقرة والعرقوب وقرن الكلاسي وعادت إلى محافظة شبوة تأكيدا لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي في نوفمبر الماضي. قوات محور شبوة كانت قد وصلت إلى محافظة أبين اليومين الماضيين في إطار تعزيز القوات الحكومية التي تعيش حالة توتر عسكري مع ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا. التطورات الأخيرة تزامنت مع تصريحات لوزير الخارجية محمد الحضرمي الذي دعا المجلس الانتقالي لتحكيم العقل وعدم التعنت، وكان من اللافت أن الحضرمي طالب الانتقالي بعدم التخادم مع ما أسماه بمشروع إيران التوسعي. الأحداث الأخيرة فسرها مراقبون بأنها تأتي ضمن سياق رغبة الانتقال المدعوم إماراتيا في جر الحكومة لمربع التصعيد سعيا لكسب الوقت، إلا أن مراقبين اعتبروا تصريحات وزير الخارجية مجرد استمرار لأداء الحكومة السلبي في التعاطي مع الميليشيات المتمردة. لنقاش أوسع ينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني، كما أرحب بضيفي من القاهرة القيادي في الحراك الجنوبي عبد الكريم السعدي. مرحبا بكما ضيفي. أبدأ معك سيد عبد الرقيب، إذا برأيك ما هي الأسباب التي أدت إلى انسحاب القوات الحكومية من أبين؟ مساء الخير نضال عليك وعلى ضيفك وعلى السادة المشاهدين. المعلومات التي وصلتنا من خلال الأحداث التي شهدتها أبين خلال الأيام الأخيرة أن الجيش الوطني كان على أتم الاستعداد وبكامل الجهوزية للدخول إلى زنجبار وجعار ومنها إلى العاصمة المؤقتة عدن، ويعني كان هناك يعني استعداد كامل حتى من المواطنين بحضور الدولة وبعودة الحكومة الشرعية وقيام المؤسسات. في اللحظات الأخيرة تدخلت المملكة العربية السعودية وقامت باجتماع مشترك بين الانتقالي وبين ممثلين من الجيش الوطني واتفقوا على أن يتم تنفيذ اتفاق الرياض حرفيا. المعلومات كذلك تقول أن الأمير خالد بن سلمان شخصيا تدخل في الموضوع ونزع يعني توجه الجيش من أبين وعادت بعض الوحدات والقوة
التي هي متمركزة في شبوة، بينما القوات الحكومية وعدد إذن المعسكرات برأيك هذه القوات التي انسحبت هل كانت تشكل خطرا على تنفيذ اتفاق الرياض؟ ما هي التي تؤثر؟ القوات التي انسحبت هل كانت تشكل خطرا على تنفيذ اتفاق الرياض كما فهمت من حديثك؟ بالعكس، يعني تحرك الجيش الوطني ويعني تقدمه باتجاه عدن هو نتيجة طبيعية لتعثر اتفاق الرياض ولممانعة المجلس الانتقالي. يعني نحن الآن تجاوزنا الخمسة أشهر وفي كل مرة يحاول المجلس الانتقالي أن يضع العثرات وأن يهرب من التزاماته التي وقع عليها، بل لقد راهن المجلس الانتقالي على إحداث تغييرات كبرى في جبهات الجوف ومأرب حتى يتهرب من هذا الالتزام، بمعنى هناك تخادم واضح بين ميليشيات الإمارات في عدن وميليشيات إيران في صنعاء. اليوم المجلس الانتقالي يختطف العاصمة المؤقتة وهذا مؤثر سلبي على الحكومة الشرعية التي هي اليوم بلا عاصمة. ميليشيات إيران أخذت العاصمة صنعاء وميليشيات الإمارات أخذت العاصمة المؤقتة عدن. هذا تخادم واضح يعني يضعف من موقف الحكومة الشرعية محليا ودوليا، وبالتالي على الحكومة الشرعية أن تضغط أكثر. أنا كنت أتمنى أن يتحرك الجيش الوطني ولو بالقوة حتى يصل إلى أطراف مدينة عدن، إلى العلم وإلى زنجبار، حتى يفرغ على المجلس الانتقالي وهي ميليشيات لن ترضخ إلا للقوة، ويعني يعتبر تقدم الجيش الوطني باتجاه عدن هو طوق نجاة لهذه المدينة التي تعاني تحت وطأة الميليشيات. ورأينا الكارثة أمس كيف حلت بعدن نتيجة انهيار الخدمات وغياب أي جهد من قبل المجلس الانتقالي. تفضل. الأمر الواقع في عدن. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عبد الرقيب. أرحب بضيفي من القاهرة القيادي في الحركة الجنوبية عبد الكريم السعدي. مرحبا بك مجددا سيد عبد الكريم. إذن كيف تنظر إلى مستجدات الوضع اليوم في أبين وماذا يعني انسحاب القوات الحكومية؟ مساء الخير عليكم وتحياتنا لكم ولضيوفكم الكرام. مرحبا. وطبعا اليوم عدن تعيش مأساة حقيقية وتعيش حالة من الفوضى وحالة من الدمار وحالة من عدن اليوم منكوبة، وما يحصل في الجانب الآخر وهو الجانب صراع الأطراف هو يؤذن أو يعلن عن تمديد معاناة عدن والمناطق المحررة. هو يمدد ما سمي بالاتفاق الأخير هذا الذي رعته القيادة السعودية في عدن، إلى الآن هو غامض في الحقيقة ولا ندري ماذا حدث بالضبط، ولكن من خلال التسريبات اللي موجودة يتضح أنه الأطراف أجلت المواجهات إلى وقت لاحق، وبذلك مددت معاناة الناس في عدن وفي المناطق الجنوبية. انسحاب القوات العسكرية، انسحاب القوات العسكرية وخروجها من مواقعها وعودتها إلى مواقعها السابقة هذا شيء لا يأتي إلا في سياق اتفاقات واضحة يعني حسب بين الأطراف. وأعتقد أن ما حصل من تحشيد هو كان للضغط على طرف معين لتنفيذ الاتفاق أو مقاربات الرياض التي تمت بين الطرفين، هذا طرف الشرعية وطرف الانتقالي. وأعتقد أنه وصلوا إلى نتيجة ولكنهم لم يعلنوها صراحة، يمكن الحسابات خاصة. هل يمكن القول أن الانتقالي نجح في فرض شروطه على الشرعية أم أن هذا مقتضى دور التحالف؟ لا أظن أن الانتقالي أو الشرعية فرض أجندات معينة، إنما هو القول الأول والأخير واضح أنه للتحالف. أوضحت هذه الأحداث أن الأطراف المتصارعة محليا قد فقدت القدرة على إدارة المعركة وأنها مجرد أدوات تتلقى تعليماتها من أطراف التحالف. ولكن السؤال هل التحالف جاد في إنهاء المد والجزر بين الميليشيات المسلحة
وما يسمى بشرعية، أم أننا سنكون على موعد على تمديد فترات أخرى من الدمار ومن المعاناة لأهلنا في الجنوب وفي المناطق المحررة. برأيك سيد عبد الكريم، أين هو اتفاق الرياض اليوم، وهل لا زالت هناك فرص قائمة لتنفيذه؟ اتفاق الرياض المعلن، اتفاق الرياض المعلن هو سهل التنفيذ، ولكن يبدو لي أن الخلاف على اتفاق الرياض الغير معلن، يبدو لي أن هناك تنازلات وهناك يعني خطوات أقدمت عليها بعض الأطراف واختلفت عليها، وبالتالي هو ما يعرقل، هذا ما يعرقل تنفيذ المقاربات التي تمت في الرياض. هناك اتفاقات في الظل تمت، يبدو لي هكذا، هي من تعرقل. أما الاتفاق الذي ظهر أمام الرأي العام فهو اتفاق ما في فيه أي مشاكل، يعني ما في أي صعوبات تواجهها، إنما نحن أمام الاتفاقات التي تمت تحت الطاولة، والمساومات والمبايعات والتنازلات هي من ستنسف الاتفاق برمته. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عبد الكريم. إذن أعود إليك سيد عبد الرقيب، اتفاقات في الظل كما ذكر السيد عبد الكريم، برأيك هل كان هذا الانسحاب مطلب من قبل لجنة الوساطة؟ أنا باعتقادي أن الأمر يتجاوز الخلاف بين الحكومة الشرعية وبين ميليشيات المجلس الانتقالي التي انقلبت عليها في عدن. الأمر يعني يسير لو أن هناك توجه حقيقي من قبل المملكة العربية السعودية لتنفيذ هذا الاتفاق، لكن البعد هنا. إذن من المعرقل أو ما هي العراقيل التي ساهمت في تأخير تنفيذ هذا الاتفاق حتى الآن؟ الخلاف يتجاوز إلى وجود خلاف حقيقي بين الإمارات وبين المملكة العربية السعودية حول تنفيذ هذا الاتفاق، عندما جرى الحديث وبقوة على تحرك الجيش باتجاه عدن رأينا هناك تمردا آخر يظهر في سقطرى، بمعنى أن هناك لم يحسم الأمر بين طرفي التحالف، هناك مقايضة بين سقطرى وعدن لم يتفق عليه طرف التحالف، وهذه هي مشكلتنا ومشكلة اليمن التي نعاني منها ومشكلة أبناء عدن يعني عموما. هو هذا الخلاف الذي جعل من اليمن ساحة صراع بين هذين الدولتين. أفهم من حديثك سيد عبد الرقيب أن السعودية والإمارات حتى اللحظة لم تستطع التفاهم على ترسيم أطماعهم في اليمن؟ بكل تأكيد، كل المؤشرات وكل الأحداث التي نراها على الأرض اليوم وكل هذه التعثرات يعني تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بل لدينا معلومات من قيادة كبيرة أن هناك خلاف كبير بين الدولتين، ربما عندما دخلوا إلى الحرب يعني حددوا نفوذ ومطامع ومكاسب، ثم تغيرت الخارطة بين الدولتين، ورأينا الإمارات تخرج من عدن وتسلم الملف الأمني للمملكة العربية السعودية، ثم اليوم الخلاف لا يزال محصور حول سقطرى. نعم، ما الضامن؟ الإمارات لا تريد أن تفرط بالجزيرة ولا تريد أن تخرج من المولد بلا حمص. إذن هذا برأيك سيد عبد الرقيب ألن يدفع السعودية للتنازل عن عدن ومقابل سقطرى؟ لا أدري حتى الآن ما هي قدرة الإمارات في يعني فرض خياراتها، ولكن يعني المملكة العربية السعودية مصلحتها وأمنها واستقرارها، الذي أريد أن أؤكد عليه أنه من مصلحة عدن ومصلحة المنطقة ومصلحة اليمن، نحن نتجاور مع المملكة العربية السعودية، أمننا مشترك، استقرارنا مشترك، بالتالي عليها أن تتحرك باتجاه تدعيم الدولة الحكومة الشرعية التي تمثل ضمانة للأمن والاستقرار. الميليشيات والإمارات التي تتحكم حتى اليوم لم توجد لعدن لا أمنا ولا استقرارا، لم توجد إلا هذا الاقتتال وهذا الفراغ وهذا العبث الذي يعني يؤثر بكل تأكيد على أمن المنطقة وأمن المملكة العربية السعودية.
نعم، ما قلته سيد عبد الرقيب هو المنطق السياسي السليم، لكن السعودية تنفذ سياسات في اليمن تغاير ما ذكرت. أنا أتحدث على ما يجب أن يكون، ولا زلنا يعني نتوجه إلى المملكة العربية السعودية من هذا المنطلق، من المصلحة المشتركة. عليها ألا تدع هذا الفراغ وهذا العبث، وألا تسمح للإمارات التي عبثت والتي طورت الحكومة الشرعية والتي أوجدت هذه الميليشيات. اليوم المملكة العربية السعودية بدل أن تتجه مع الشرعية يعني تجاه الهدف الرئيسي وهو تحرير العاصمة صنعاء ومواجهة الميليشيات الحوثية التي تمطرها بالصواريخ، اليوم ها هي تقف أمام مشكلة أخرى في عدن. ما السبب؟ السبب هي تدخلات الإمارات وأجهزتها التي تتناقض كلية مع مصلحة المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لك عبد الرقيب الهدياني المحلل السياسي، كنت معي من العاصمة المؤقتة عدن. أعود إليك سيد عبد الكريم السعدي، أنتم كجزء من الحراك الجنوبي، لماذا غيبتم؟ أين موقعكم بين الأطراف المتصارعة؟ في الحقيقة نحن تم تغييبنا أو تغييب كثير من القوى الجنوبية نتيجة لمطلب الجهات التي سيطرت على عدن بعد حرب 2015 والتي أنتجت مكونات حديثة وشكلتها لتقوم بمهام معينة ووظائف معينة، وإذن الموضوع تطلب حينها التخلص من كل قيادات الحراك الجنوبي السلمي، لأنهم كانوا يشكلوا عقبة في وجه المشاريع الاستيطانية. نعم. التي نمت في لكن عقليات البعض. سيد عبد الرقيب، هذه القوى أو عبد الكريم، هذه القوى تدعي أنها تمثل كل الجنوب. والله حضرتك قلتي تدعي، والادعاء لا يعني أنه حقيقة، فليس من كل من ادعى أنه يمثل الحق، وإنما هي محاولة لإثبات الوجود. واتفاق الرياض أيضا أو مقاربات الرياض هي جزء من المحاولات أو من معركة هذه القوى مع القوى الأخرى الجنوبية، وليس مع الشرعية ولا مع أحد، هي انطلاقة للتغلب على القوى الجنوبية. ونحن تحدثنا حول هذا الموضوع، أن خروج أخوتنا وتوقيعهم على اتفاق إلى الآن كل المؤشرات تدل أنهم تنازلوا عن أشياء كثيرة وأنهم قدموا يعني تنازلات كبيرة، كانت هذه الخطوة هي موجهة للقوى الجنوبية الأخرى وليست في معركتها مع الشرعية. فالانتقالي والشرعية متفقان، وكل ما يدور بينهما هو يعني من سيكون الحارس على المناطق المحررة، وهل سيكون الحارس هذا مطيع أم سيكون عاصي. هذه ما تدور بين الشرعية والانتقالية، ولكن القضية الجنوبية هي التي تدور ما بين الانتقالي والقوى الجنوبية الأخرى الحاضرة في الساحة، وبالتالي يأتي ظاهرة إبعاد واستبعاد القوى الجنوبية الحية. نعم، لكن سيد عبد الكريم، ألا تعتقد أن هناك مكون قضى على نضالاتكم في الحراك الجنوبي منذ العام 2007 ويعمل لصالح جهة خارجية؟ هو لم يقضي على نضالاتنا، ولن يستطيع أي طرف كان محليا أو إقليميا أن يقضي على نضال شعب، لا، ولكنه هو عبث بنضالاتنا. نعم. عبث بنضالاتنا، سبب لنا الكثير من العقبات، أضاع كثير من الفرص، كان بإمكان التقديم شيء للقضية التي يدعي تبنيها، ولكن أساء إليها، وكما يقال يعني أنه من الحب ما قتل، فالأخوة قد يكونوا من منطلق الحب قتلوا، وقد يكون من منطلق المنهجية في القضاء على الحراك الجنوبي وعلى قضية التي حملها على مدى ما يقارب 20 سنة. النضال الجنوبي لن يستطيع لا الانتقالي ولا غيره من المكونات أن يقفز عليه، ولكن هي مرحلة مخاض جربناها منذ انطلاق ثورتنا ومنذ انطلاق حراكنا الجنوبي. اليوم نحن حددت القيادات الجنوبية العاقلة والوطنية أن خياراتها أولا مع استعادة الدولة اليمنية وإيقاف الحرب، وبعد ذلك البث في قضايا الجانبية ومنها وأهمها قضية الجنوب، ولكن
هناك مشاريع أقليمية مثل ما قلت لك هي تفرض أجندات على بعض القوى ولكن لا تفرض أجندتها على كل الجنوب. اليوم نعم. الجنوب خارج أي مكون ولا يستطيع أي مكون أن يتحدث باسم الجنوب مهما امتلك من إمكانيات مادية. نعم تفضل بالبقاء معي سيد عبد الكريم. أرحب بضيفي من نيويورك الناشط السياسي إبراهيم القعطبي. مرحبا بك معنا سيد إبراهيم. كيف تقرأ انسحاب القوات الحكومية وهل سيؤثر على معادلة القوة على الأرض؟ أهلا وسهلا بك وبمشاهدينك الكرام وأيضا بضيفك الكريم. الشعب اليمني لم يعد يدرك ما هي تحركات الجيش اليمني وأيضا تحركات الميليشيات الجنوبية وغيرها من الميليشيات التابعة للإمارات والسعودية. نحن اليوم كل يوم نتحدث عن تقدم وعن انسحاب وعن محاولة دخول عدن والخروج من عدن. أصبح الواقع في اليمن وبالذات العسكري الشق العسكري منه يدار بشكل كامل من خلال التحالف الإماراتي السعودي. اليمنيون لم يعدوا يدركوا من يقود هذه القوات سواء كانت شرعية أو غير شرعية. الأمور أصبحت معتم عليها تماما. لا ندري لماذا التقدم ولماذا الانسحاب ولصالح من. كان من المفترض أن تكون الحكومة الشرعية هي من تقرر إلى أين تذهب وأين تذهب وما هي أهدافها. كان من المفترض أن تكون الحكومة نعم. الشرعية هي من تسيطر على عدن وعلى أبيض وعلى كبع المناطق. هذا الانسحاب كما يقال أنه جاء لتنفيذ اتفاق الرياض. هذا اتفاق الرياض لم نعد نعرف ما هو وما هي الأهداف منه. أي تنفيذ لاتفاق الرياض والميليشيات المجلس الانتقالي والأحزمة الأمنية التابعة له تسيطر على عدن، لا تسمح للحكومة الشرعية بالعودة إلى هناك، لم ينفذوا حتى بند منه. لماذا البند الذي يتعلق بالجيش الوطني يجب تنفيذه ولماذا في هذه الآونة؟ يعني الآن نتحدث في على سبيل المثال في عدن كان يفترض وفي المناطق الجنوبية بشكل عام كان مفترض من ميليشيات الأحزمة الأمنية والمجلس الانتقالي التابع للإمارات أن تسلم أسلحتها الثقيلة للقوات التحالف وللشرعية. لم يتم ذلك. هناك الآن المجلس الانتقالي ما زال يمتلك كل القوى التي تركت له الإمارات، يتحرك يستهدف الحكومة الشرعية، لا يسمح للمسؤولين الحكوميين بالتنقل داخل عدن. عن أي اتفاق يتحدثون؟ والاتفاق الذي لا يمكن الحكومة الشرعية من فرض سيطرتها على الأراضي، هذا نعم. اتفاق فيه استهدافا للشرعية نفسها. يعني السعودية والمجلس الأمن الدولي والإمارات وغيرها أتت بقرارات دولية تحافظ على الحكومة والسيادة اليمنية وأن يسمح للحكومة اليمنية باستعادة الشرعية والجمهورية. نعم سيد إبراهيم، ما الذي يجعل الشرعية تذهب في هذا الاتجاه الذي يقوضها؟ نحن نقول منذ الفترة منذ بداية الحرب أصبحت الحكومة الشرعية مختزلة وليس لها لا قرار سيادي ولا سياسي، أصبحت مجموعة من المرتزقة في فنادق الرياض، لا يوجدون على الأرض ولا يحركون ولا يستطيعون حتى الأوامر العسكرية التي تؤمر بالسحب والتنقل عادة تأتي من قيادة القوات السعودية وغيرها. من المعيب أن نتحدث أن هذه حكومة شرعية تمثل الشعب اليمني وهي الحكومة التي لا يسمح لرئيسها للعودة إلى اليمن ولا يسمح لقواتها المسلحة التابعة للجمهورية اليمنية بأن تتحرك بأريحية داخل أراضي الجمهورية اليمنية. يعني هذا مسألة يجب أن نركز عليها تماما. أصبح من في الرياض مجموعة من المرتزقة ليس لهم قرار وإنما أصبحوا مسيرين. أصبحت الشرعية أداة للاحتلال وللانتداب. ما نراه اليوم في جميع مناطق الجنوب من خلال القواعد العسكرية الإماراتية السعودية، من خلال أيضا احتلال نعم. جزرنا وموانعنا، أصبحت الأمور واضحة أن الشرعية مجرد أداة. اليوم الوحيد الذي يزور الشوارع داخل عدن بعد نكبة السيول هو قائد حلف الإماراتي السعودي نعم. في عدن. لم نرى مسؤولا سياسيا ولا عسكريا يمنيا يزور أي من المنكوبين داخل عدن. تفضل
ما نعم هي تفضل بالبقاء معي سيد إبراهيم. أعود إليك سيد عبد الكريم. إذا في حال اتجه الطرفان لتوقيع هذا الاتفاق برأيك أو لتنفيذه، هل سينفذ بالصيغة التي وقع عليها الطرفان في الرياض؟ في اعتقادي أنه إذا تم تنفيذ بنود القرار فمعنى ذلك أنه في نهاية للقضية الجنوبية أولا في هذا الجانب. أي توقيع من طرف الانتقالي فهو يعتبر وضع اللبنة الأولى لإنهاء القضية الجنوبية. وبالنسبة للشرعية فهي تؤكد مجددا مثل ما قلنا سابقا أنها تضع نفسها في مقام واحد هي والميليشيات التي تتهمها أنها انقلبت عليها وأنها انقلابية وأنها إرهابية وأنها لا تمثل الدولة. فنحن سيد عبد الكريم، إذا لصالح من ستنتهي القضية الجنوبية كما ذكرت؟ هل لصالح المجلس الانتقالي؟ لا، ليس لصالح المجلس الانتقالي وإنما لصالح الطرف الذي صنع المجلس الانتقالي والذي لا يريد للجنوب أن تستمر قضيته وينال حقوقه وأهداف ثورته التي انطلقت من أجلها. الانتقالي مثل ما قلت هو مجرد أداة يؤدي دور، سينتهي الدور هذا قريبا سواء طال الوقت أو قصر. المشكلة هنا أن ما يحصل اليوم في عدن يؤكد أن الأطراف كلها يعني ليست مؤهلة، مع احترامي للشرعية، ونحن عندما نتمسك بالشرعية فإننا نتمسك ببقايا الدولة ولا نتمسك بالأفراد ولا نتمسك بالمكونات المتنازعة في هذه الشرعية ولا المكونات المتناحرة ولا بالمراكز القوى التي فيها والتي يدفع شعبنا في الداخل دم قلبه وحياته وكرامته وعرضه بسبب تناحرات الشرعية التي عجزتها عن حشم يعني أمرها في مواجهة ميليشيات يعني تتهمها يوميا في خطابها الرسمي وفي إعلامها الرسمي أنها ميليشيات انقلابية وتجي تتعاقد معها وتوقع معها الاتفاقات. هذه المشكلة التي نعانيها والتي نتحدث أنها تشكل خطر علينا سواء على القضية الجنوبية أو على اليمن بشكل عام. نعم، وضحت فكرتك سيد عبد الكريم السعدي القيادي في الحراك الجنوبي، كنت معي من القاهرة، شكرا جزيلا لك. أعود إليك سيد إبراهيم، بقاء هذا الوضع على هذه الشاكلة في المحافظات الجنوبية إلى أين قد يذهب باليمن كشعب وحكومة؟ هو الوضع يعني الهدف من ما يجري في المناطق الجنوبية هو بقاء الوضع بالطريقة التي نحن نراها اليوم، يعني أنه يبقى الوضع فالت، الانفلاتات الأمنية، لا يوجد خدمات، لكي يظل الجميع يعني يتهم الآخر بأنه من يقوض التنمية والتقدم في أي مشاريع على مستوى مناطق الجنوب. هذه هي الحاصلة الآن، فلذلك هناك مخطط لإبقاء الوضع كما هو عليه لمزيد من الاستنزافات، لمزيد من الصراعات، لكي تبقى الدول المتربصة باليمن وعلى رأسها السعودية والإمارات هي بطلة وسيدة المشهد. وهذا بات واضحا في كل مناطق الجنوب أن الشرعية والانتقالي ليس لهم لا قرار وإنما أصبحوا أدوات لانتداب جديد، وهذا الانتداب بات واضحا لم يعد خفيا، هو من يتحكم بمسار السياسي والاقتصادي وغيره ويحمل المسؤولية أيضا هؤلاء الأدوات. المسألة الخطيرة أنهم هم الآن من يتحملوا المسؤولية هي تلك الأدوات التي صنعها هذا الانتداب الجديد. نعم سيد إبراهيم، كان اللافت في حديث ضيفي السعدي من القاهرة أن مهمة الانتقالي تصفية القضية الجنوبية، برأيك لصالح من تصفى قضية الجنوب؟ لصالح الانتداب الجديد، استخدموا القضية الجنوبية لإدخال ميليشيات تكون من يسيطر عليها هي الإمارة والسعودية، وهذا اصلا ما حدث. حتى لو تم يعني تم تنفيذ اتفاق الرياض ستكون هذه القوات ولاءها لمن يدفع لها وهي الامارات والسعوديه، يعني عباره انه هناك سيكون جيشا وطنيا مخترقا من قبل ادوات واجهزه مخابرات خارجيه ولا يخدم لا حكومه مستقبلا ولا الحكومه الشرعيه ولا حتى القضيه الجنوبيه. القضيه الجنوبيه للاسف الشديد انتهت، لم تعد هناك قضيه جنوبيه، الجنوب كله تحت
ايادي القوات الجنوبيه يعني عندما نتحدث عن القضيه أشكرك الجنوبيه. هذا جزيل الشكر ابراهيم القعطبي، واعتذر لمقاطعتك لانتهاء وقت حلقتنا. ابراهيم القعطبي الناشط السياسي كنت معي من نيويورك، كما اشكر ضيفي المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني كان معنا من العاصمه المؤقته عدن، وايضا عبد الكريم السعدي القيادي في الحراك الجنوبي كان معنا من القاهرة. أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة ماهر أبو المجد، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.